لك النهارده بسمنتال بيور، راجع لك النهارده بالالماني، راجع لك النهارده بالاموزيل، جايب لك ثلاث ديكوره صنف سلالات، ادعمنا لصلاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جديد تمام، انك صلي على النبي تكسب صلى الله عليه وسلم، عشان بقدم لك السمنتال والمنبليار والاموزيل، رجع لك بعرض بهز الارض، رجع لك النهارده في مزرعه كامله متكامله. تمام، انك صلي على النبي تكسب صلى الله عليه وسلم. قلبك ذره حب ربنا فوق، دعمني بلاك حلو، وتصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم. النهارده بدبابات يا معلم، دبابات بالسمنتال، بالسمنتال، بالاعجاف الهولشتاين، بالاموزين، رجع لك النهارده بالهولشتاين تحت العش. تمام، رجع لك النهارده بالذكوره الانيه. تمام، مش حرمك من حاجه، هنا المصداقيه، هنا مزرعه الحاج احمد ابو الحاج، ما بتزعلش حاجه. رقم التليفون حق سالم، رقم التليفون النهارده بالثلاث ذكوره نمبر 1 ورقم التليفون اللي عايزهم. مفيش وقت يا عم عبده، وادعمني بصلاه سيدنا رسول الله. العرض بتاع امبارح راح فين؟ العرض بتاع امبارح ما بيفضلش هنا، ثقه امان. تمام، اتحول ابعت لك بهايمه. تمام يا معلم سالم، صلي على النبي تكسب صلى الله عليه وسلم. بلايك وشير، وتصلي على الزين، عدل سمنتال بيور والماني بيور، هنا تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. رقم التليفون حق سالم، تليفون 010 14 88 45 25. يعني فضل ربنا كده معانا ايه؟ تفاح امريكاني الحاج سامي اللي جه النهارده بتاع السلالات، تيجي هنا اللي عايز يحس السلاله هنا يدعي يا حاج سالم، من اعمار من اربع شهور لعجل هولشتاين بيور للعجل سمنتال بيور، يعني انت نفسك فيه موجود؟ لموزير كده اهو، ويقول لك صباح الخير يا مصر، ولوشتاين احمر في ابيض، قسم بيهم مزرعه كامله متكامله. يا حاج سالم، ايه الحلويات دي جايبها منين؟ عند الله، بس حبوا ربهم حبوا عبده. تمام، تملك السمنتال اللي على ابوه. اللهم صل على سيدنا. النهارده يا عم عبده عامل لك زلزال عالمي في المحاجر يا معلم. زلزال عالمي، بقدم لك السمنتال البيور، وهنا تصلي على محمد. عجل صغير كده عامل زي الصغر، عمره ثلاث شهور هنا يا رجاله. اللهم صل على سيدنا النبي، عجل رجاله. اللهم صل على سيدنا النبي رجاله. صلي على الزين، ثلاث ذكوره بيور. يا حاج سالم تمام. اقدم لك هنا ذكر اموزيل، واللي عايزهم رزق المشتري وصاحب النصيب. اللي بيطلع العلبه السمنه يا رجاله اهو، اللي بيطلع هنا على علبه السمنه، تيجي في مصلحه الحاج احمد الحاج رجاله، والله ما تقدر تغمض عينيك. سلع رجاله والسلاله، مفيش احسن من كده عند الحاج سالم. ادعمنا بلايك، ادعمنا بشير، لسه رجاله، لسه ادعمنا بلايك وشير. تمام، جايب لك النهارده عجل الماني بنت جيل ثاني. بنت جيل ايه؟ بنت جيل ثاني. تمام، ومش هقول لك بقى ب 150 ولا تسمع الاسعار دي. تمام، هنا تصلي على الزين صلى الله عليه وسلم. بابا رجاله، كل دعمنا بصدق النبي محمد يا رجاله، لقلبك زر حب لسيدنا النبي، تدعمنا بصلاة النبي محمد وبالشير وباللايك. تمام، قول لي حاج سالم كم السعر ده؟ دي العجلة دي مش هقول لك 85. تمام، ده بالمحجر، ولا ب 80 ولا ب 75 ولا الكلام ده كله، هنا مصدر الجملة سعودي، يعني في مزرعة الحاج احمد ابو الحاج، تصلي على النبي تكسب صلى الله عليه وسلم. عنده 10 شهور. تمام، وعجلة سلالة رجالة بمرض الله. النهارده هبص لك المحايرة يا معلم. طب خش في صدر. عاملة كام بقى؟ كام؟ خير الكلام مقلة ودل، مش ب 75 زي ما بتتعرض، هنا ب 42500. 42000؟ 42500 رجالة بمرض الله. طاير بنت جيل أول. كام يا حاج سالم أنت قلت؟ ب 42500. واللي عايزها، اللي عايزها يا حاج سالم؟ تحت أمره. كام؟ 42500 رجاله بمرض الله، بمرض الله، مش انت احسن من كده؟ اجل يا رجاله هنا، ولشطاي يا رجاله، تتمخطر، بقول لك صباح الخير يا مصر، الحلو حلو يا رجاله. رقم التليفون، رقم تليفون اللي عايز وقت حالا 010 010 14 88 45 22. النهارده اقول لك المحاجر ب 42500. 42000 ولا 80؟ والله العرض ده ما يتكرر مرتين وانفضخ العرض تكون خسران، بما يرضي الله. سلعه رجاله وسلاله.
اللهم صل على سيدنا اللي يخش في عرض حاج سلم. شارك البث المباشر يا رجاله. صلي على النبي تكسب. يا مشارك على البث المباشر. تملك كده سرولات. تمام. يعني تصلي على النبي تكسب. النهارده ثلاث كوره يا عم عبد. والله بالتوبه والله بالتوبه حاج سلم. ايه؟ بالتوبه العجل والله. ربنا يسترها والله. ايه؟ ربنا يسترها حقيقي. ربنا يسترها. دي عجل سيمنتال بيوم. عمرنا يا عم عبد 4 شهور. تمام؟ تمام. دي عجل اموزيل. تمام. دي عجل من بليار الماني ابن جيل تاني يا معلم. اللهم صل على سيدنا. دبابات ربنا يستر يا عم عبد الله. اه يا رجاله اهو. لا عايز حس انا رجاله عند الحاج سالم. تمام. شغالين. اللهم صل. السعر النهارده مفاجاه يا معلم. قول لي سعرهم كام؟ مش هقول لك الثلاثه عاملين كام بقى، مش هقول لك بسعر المحجر ب 135 دولار. تمام. ابو الحاج يعني ابو الحاج ما بيزعلش حد، هدماغ الثلاث دكوره دول ولا ب 130 ولا حتى ب 120 ولا ب 110 ولا حتى ب 100 كم؟ ولا ب 100 البيوت. بلا حاج سلام قول ثاني. عندي 100 يا مدير. مش عندك كم؟ ما عنديش 100. رومي يا رجاله رومي. بقول لك صباح الخير يا مصر، صباح الرزق يا رجاله. تيجي هنا تتعامل صح، تفتح مشروع صح يا رجاله هنا بما يرضي الله. دكتور يا عم عبد ومش دكارين. تمام. مش عاملين 100 البيان دي بما يرضي الله، عاملين 91,500 جنيه. 91,000 و500. واتحداك في جمهورية مصر على رد السعر ده. تحداني؟ اتحداك هتجيبه 145. خد اقول له هقول له تعالى عندك، ابعت لي رقم التليفون 010 010 14 14 88 45 25. ولو ما عملتش لك دلوقتي انت الخسران المشاركة، وتصلي على النبي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عرضنا كان هيبقى جاموس بالليل، انتظرونا في عرض على اقوى. هقدم لك النهارده سلالات براون. تمام. هولشتاين ثلاث دكوره نمبر 1. الشركه بتصب عليك على البث المباشر معانا. دماغنا في شركه براون رجاله اهو. الخليط يا رجاله يا عم عبده نمبر اجلات هولشتاين. خلي بالك عندنا كان خليط هنا بيضرب المستورد، عندنا الخليط بيضرب المستورد النهارده. مش عايز كلام، يا دي الراجل بتاع الحاج سالم ربنا يبارك. غرق بعرض بهز الارض. اللهم صل على سيدنا. سلام. امان. فاهم سلالات. اللهم صل على سيدنا. الناس يا عم عبد ما تطلع فلوس. ادفع. ادفع ورق. تمام معلم سالم. حلو ورزقك على الله. دي عجله هولستين عامل ازاي يا باشا؟ تمام. واحد رجاله مش عايز كلام. رقم 2. 2. رقم 3 يا عم عبد. الثلاث دول بما يرضي الله عاملين كام؟ كام؟ بعد ما كنت عامل صوت محمد قريب دول عاملين بما يرضي الله 97,500 جنيه. 97,000؟ اعمار 7 شهور بلاش ب 120 ولا 40، عجلهم هنا ب 32,500. 32,500 رجاله؟ واتحداك عند الحاج سالم هنا؟ النهارده راجل سالت رجاله النهارده بقى شايل في السوق. بما يرضي الله سلعه وسلاله. اعمار 7 شهور. تمام. قدم لك خبطه 6 كره ببلاش البلاش. تمام. تعال كده عندي كده يا عم عبده. واحد يا رجاله اهو. رقم 2، رقم 3، رقم 4 رجالة، رقم 5، رقم 6 رجالة. هن نمبر 1 الدكورة. أقول لك تاني واحد. تمام حق خليك معايا حق. إيه؟ اللهم صل على تمام. 4 دي 5 دي 6 رجالة. 6 بص يا عم عبد الله. لا أنا عارف بتعدهم كام؟ 6 شهور يا مدير. 6 شهور. تمام. اللي عايزهم هيبقى رزقهم. ما عنديش 34 زي سعرهم. تمام. ولا 33 ولا 32 ولا ب 31 ولا ب 30. كده تصلي على النبي تكسب ولا ب 29. فوق كم؟ ب 29. مفيش 28 حتى. هنا بتصلي على محمد متواصل عجلهم البطل 27,500. فايق ولا مش فايق؟ قلت كام حاج سلام؟ على 27,500. 27,500 رجاله. وانفتح العرض يا رجاله يدخل خص خسران. اللهم صل. 4 رجاله. 5 6 على 27,500. ما تستناش الدنيا كلهم في الطاله يا حاج سالم. الحلقات دي جايه منين ولا اسعار حلوه؟ حب ربه. الاسعار الحلوه جايه منين دي يا حاج سالم؟ حب ربه. الاسعار جايه الحلوه دي منين؟ يا عبد الله مساعديني
ومؤبيني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. كم حق سما انت على 27500 اجلهم واللي عايز نوم اجل يا اسوان كوبون ورف واللي عايز عرض يا جماعه يحجز معاك 5000 تمام. دول يا عم عبده خمس ذكور خمس ذكور كده اكبر شويه تمام. واحد رجاله اثنين ثلاثه رجاله عيلك كوته أربعة رجالة خمسة سمنتة. اللهم صل على النبي تكسب. صلى الله عليه صلي على المصطفى صلي صلى الله عليه. قدر يا عم عبد بما يرضي الله بمية خمسة وعشرين ألف بمية خمسة وعشرين مية خمسة وعشرين خير الكلام مقلة ودل بيع كتير تكسب قليل تكسب أمة محمد أجمعين على 25 رجالة دخل 5 بمية 25 ولسه كام على النوتي برضه لسه رجالة تأمن بصلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خش رجاله معانا برضه على البث مباشر وربنا يبارك المشتري وصاحبه. بعنات يا عم عبد السمنتال ايه عندي جميع الانواع جميع الانواع تمام. سمنتال فبراول في هولستاين اثنين رقم اثنين بعد ما تصلي على الزين صلى الله. ثلاثه رجاله اربعه يا عم عبد اثنين لوحديهم واثنين لوحديهم تمام. الاثنين دول يا عم عبد اعمار ست شهور الاثنين دول اعمار ست شهور تمام تمام. اللهم بكام جزء يا عم عبد النهارده؟ بكام يا حاج سالم؟ عاملين 53500 53500 ودي رجله هولستاين عمرها 27 يا عم عبد ايه ده يا باشا اهي. اللهم صل على سيدنا تمام. تمام رقم اثنين سمنتال رقم اثنين سمنتال يا عم عبد قاطعين 61500 61500 واللي عجبه عرض يبعت عربون وتعمل بصلاة سيدنا رسول الله يعني 61500 و53500 واللي طالب اي كميه متوفره عند فضل. والبسكوت دي بكام؟ واقدم لك دي ب 21200 21000 بسكوت دي رقم 200 بعد ما تصلي على الزين واللي عايزها منك على البث وبس تحت امره ب 21200 عندك توصيل يا مكان؟ عندي توصيل لجمهورية مصر العربية أسوان سوهاج لوكسور نجي حمادي عندك توصيل أسيوط المنيا ملو بني سويف الفيوم الجيزة الغربية المنوفية الدجالية المنصورة عندي توصيل أي مكان. يا حاج سامي دي ايه؟ هناك صلي حتى تكسب مرة حاج سامي انت صلي على النبي تكسب صلى الله عليه وسلم واعمل لك حلو في عندك بكرة في راسك ولا ايه؟ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. رقم كام؟ واحد رجال تمام. رقم اثنين اثنين رقم ثلاثة رقم ثلاثة رقم أربعة رقم أربعة مش هقول لك بقى على 26 تمام. الأربعة دول بكام؟ ب 96000 جنيه على الأرض. كم؟ ب 96 متوسط أجلتهم 24 وهنا تصلي على النبي تكسب 96000 على 24 واللي عايز العرض منك يا حاج سلام يبعت عربون احجزهم له. رجاله النهارده بعجله النهارده في السوق رجاله عشان في السبت النهارده تمام؟ يعني حاجه زي كده رجاله ب 24000 الحته من دي عيلته ورشتها رجاله اهي وبراون. اللي عايز العرض ده يتواصل مع الحاج سالم. رقم التليفون رقم تليفون 010 20 65 10 76 تعمل صلاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبده اربعه اكبر شويه اربعه اكبر شويه تمام. واحد اربع حلمات رجاله اجل ما استنى رجاله مش عايز كلام تمام. رقم اثنين براون عامله ازاي؟ رقم اثنين براون اللهم صل على سيدنا النبي اربع حلمات رجاله فتحه عامله ازاي؟ اللهم صل على سيدنا النبي. ثلاثة رجالة أربع حلوات رجالة هنا صلي على محمد راخية راخية عند سرلات اللهم صل على سيدنا أربعة من الزعم عبدنا خدت كم عشرة أربع رجالة أربع حلوات رجالة أمة يأتي النبي تصلي على النبي صلى الله راخية الباب غير صنف يا عم عبد صنف المناعة عالية المناعة بتاعتهم عالية تمام. الأربعة دول مش 105 الأربعة دول ب 99000 بكام؟ ب 99 مش ب 120 على كام يعني يا حاج سالم؟ خلي بالك بص خد لك يا عم عبد ابو الاخر ب 99 ودور 96 عايز اي كميه متوفره عندك تمام؟ اوعى تنسى البيور اوعى تنسى صلاة النبي محمد يا رجاله صلاة النبي محمد احسن من كل شيء وانتظرونا في اقوى عروض عند الحاج سالم وربنا يبارك المشتري وصاحبه نصيب يا رب. ولسه رجاله معانا على العرض معانا النهارده 70 بس النهارده 70 جاموس تمام جايين النهارده والعرض بتاعنا ما بيقعدش تمام. النهارده جاي دفعه 70 راس جاموس 70 راس جاموس تمام. النهارده على سوق بلدنا المكان المنوفيه وسنا قريه عرب ابو سكري وتابعنا على مزارع الحاج احمد ابو الحاج ادعمني في صلاه سيدنا رسول الله وعلى اليوتيوب عامل ابلاغ حلو
وتصلي على حسين وتحت امر الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشكرك يا حاج سالم، وانتظرونا ان شاء الله فك وعروض عند الحاج سالم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.